بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي أكرمنا بهذه الزيارة. أبعث بالتحية إلى جميع الشعب الجزائري وعيدهم مبارك، وتحيا الجزائر ويحيا الشعب الجزائري، وهنيئا للشعوب الإسلامية، وربي ينصر المظلومين إن شاء الله. أنا فاطمة بوبير من مدينة باتنا. أنا الأخ بوبير مسعود من ولاية باتنا. نحمد الله عز وجل على هذا وكرمنا بهذا الحج لسنة 2015، ونتمناه إن شاء الله لكل المسلمين. والحمد لله احنا رانا سفراء بلدنا الجزائر، وإن شاء الله نمثلوه أحسن تمثيل. وتحية خاصة للشعب الجزائري وللأهل، وتحية الجزائر. أنا من ولاية المسيلة دين معباس من دائرة بوسعادة. نشكر البعثة ونشكر القائم بها إن شاء الله، ونشكر الجزائر، تحية الجزائر. ورانا بخير ولاباس الحمد لله وفي نعمة، وربي إن شاء الله يعزنا حج مبرور مقفور إن شاء الله لينا وجميع الشعب الجزائري يكون إن شاء الله. نحمد ربي ونشكره اللي وصلنا للمكان المقدس، مكان المكرمة، ونتمنى لكل شخص مسلم يتمنى البلاصة هذه يوصل إن شاء الله. والسؤال على الجزائريين وعلى المسلمين وعلى الأمة العربية المسلمة كل إن شاء الله، وربي يوصل كل واحد بها إن شاء الله. يوسف أحمد من باتنا، نسلم على العائلة كاملة، نقول لهم عيد مبروك، عيد حج مبرور، وعيدكم سعيد، والسلام عليكم. سيد مزيان الربيع من ولاية باتنا. الحمد لله ونشكره على الشيء اللي تمناه لحقناه. نسلم على العائلة، نقول لهم عيدكم مبروك، وأنا ربي إن شاء الله راح ندعي لكم الشيء اللي نقدروا عليه، لكن قبل منا ربي، والسلام عليكم. إلى أهلي وأولادي في الأوراس كذا، وإخواني هنا، وهؤلاء الشباب وهؤلاء الشبان من خيرة الجزائر، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ننتصر كلنا على هذا الوطن هذا، وعلى الأعداء والحمد لله رب العالمين. أبلغ التحيات المباركات الطيبات من حرم الله سبحانه وتعالى إلى العائلة الكريمة، على رأسهم الوالد والوالدة والزوجة الكريمة، وخاصة الوالدة التي بذلت المستحيل من أجل أن تأتي معي لأداء الركن الخامس، ولكن قدر الله وما شاء فعل. نحمد الله تعالى على أن وفقنا لهذا المكان المبارك الطيب المقدس. ثانيا نهدي تحياتنا إلى أهلنا في الجزائر، وإلى أهلي بصفة خاصة، وإلى الشعب الجزائري. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا الحج. كما نشكر قناة شروق نيوز التي رافقتنا ونقلت سلامنا إلى أهلنا. السلام عليكم. أنا في مكان مقدس، ونتمنى إن شاء الله من الحجاج يدعوا لبلادهم، ونشكر أهل القبة كاع وولادي خاصة. السلام عليكم، نلقي تحياتي لأولادي، ونحث الشباب الجزائري يحج الشباب خير، الشباب بأنه الشياب رانا حرنا فيهم، هذا هو. أوجه تحياتي الحارة إلى كل عائلة بوذراع وعائلة كيسانتي من مكة المكرمة الأرض الطاهرة. ندعي كافة المسلمين بالتمكين إن شاء الله، ونطلب إن شاء الله بإذن الله من المولى عز وجل باش يمد الصبر والوقار والسكينة لكافة الحجاج إلى الميامين. ندي تحياتي للوالدة العزيزة وأهلي أفهم بريش، كل أهل ولاية المسيلة، ونحيي المناسبة هذه، نحيي فرقة تاع شروق اللي راه صار معانا هنا وقاع المقدسة،
ونتمنى ان شاء الله للبلاد الهنا والعافيه وشكرا. من ولايه شلف راني نسلم كاع على ولادي عدلان كمال فتحيه اسامه، وان شاء الله ربي يتقبل منا هذا الحج، وان شاء الله نرجعوا لولادنا ان شاء الله سالمين غانمين ان شاء الله. والسلام عليكم وراني متوحشتكم. على كل حال رانا نفوتوا في حج لاباس والحمد لله راهم قايمين بها، ورانا غير لاباس ونشكروا فيها الاذاعه اللي جاتنا لهنايا والحمد لله. على كل حال هذه هي، وراني مسلم كاع على الاولاد وعلى الاحباب كبير وصغير. انا محمد الحاج محمد زيدان من مدينه مساعده ولايه تمسيله، وبلغ سلامي الى اولادي جميعا وبناتي والى عائله بني فاطمه والى وائل والى مصطفى والمدني والى فاطمه ومريم والى جيراني جميعا والى جميع اصحاب الحي والى مسجد والى جماعه المسجد الفلاح، وبلغوا لنا سلام تحيتي واخر دعوان الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم وعليكم السلام، ونشكر اولادي في بوسعاده ان شاء الله، وتعودوا في العافيه ويعودوا ان شاء الله بالصحه، ورانا ملاح ورانا حاجين ان شاء الله، وانا رايحين قدوة ان شاء الله العرفات والحمد لله. نشكر سال على اولادي وبناتي واصحابي وجميع المسلمين ان شاء الله باذن الله، ورانا عجلها ان شاء الله حجه مقبوله لينا وللمؤمنين. انا دحدوح مفتاح من ولايه تمسيله، اودي تحياتي الى اولادي ووالدي والى اعمامي واخواني والى الشعب الجزائري كله، ورانا لاباس علينا في رحمه ربي. محمود قنون، نسال على العائله تاعي كل اولادي بناتي والزوجه تاعي والشعب الجزائري، ونتمنى لهم عيد سعيد يا رب يا رب يا رب. حمزه من المسيله، حاج من المسيله، نقدم تحياتي لكامل العائله وكامل الشعب الجزائري، وندعو ان شاء الله يا ربي بالخير، والحجاج كامل ان شاء الله يدعو بالخير للبلاد هي الاولى، وربي يجيب الخير ان شاء الله للبلاد كامل، وربي ينزل الرحمه ان شاء الله في وسط الشعب الجزائري ويبقى الشعب الجزائري كامل خاوه. معكم حسام سلام من ولايه ام البواقي، نقدم تحياتي الى كل العائله الكريمه فامي سلام، والى كل الاهل والاقارب، الى عمال ولايه عمال كناك ام البواقي، الى الاهل الى الاقارب والى كل الشعب الجزائري، ونتمنى ان شاء الله البلاد تاعنا الخير ان شاء الله لقدام ان شاء الله. على كل نشكر قناه الشروق على زيارتها للفندق، ونتمنى ان شاء الله ان توفقوا في اداء هذا النسك العظيم، ونرجع ان شاء الله بحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل ان شاء الله، كما نتمنى لحجاجنا الميامين ان شاء الله العوده سالمين غانمين ان شاء الله.